كلمة العدس لقيناها في اوروبا. لقيت العدس الاسود؟ لقينا العدس الاسود. ودلوقتي بعمل مكرونة وجوه الحاجات التانية جاهزة. هنعمل طحينة، هنعمل ايه تاني؟ هنعمل فلافل، هنعمل ام علي. انت محمود هتعمل ايه؟ هعمل فول. ها؟ هعمل عسل وطحينه. وجبنه. هتعمل عسل وطحينه؟ اه هحط عسل وطحينه. يا سلام. خليها طريقه. وهحسبها من ضمن الحاجات يعني. انك تحط العسل لوحده والطحينه لوحده. يا باشا هي الموضوع في النكس زي كده، النكس بين العسل والطحينه. وتقلبهم بقى. تقلبهم عشان تختار المخلوطه. اه. هعمل الجبنه بالريحان والزيت الزيتون. وبتنال عم بسبوسه. هتعمل بسبوسه ان شاء الله. وانت يا دانيا تعمل ايه؟ انا بقشر بطاطس. ايوه قطع البصل. ها طماطم بصل وجايبه بسبوسه معايا وجايبه صوابع جبنه. بصل وهعمل احلى بصل مقطع. احلى بصل مقطع زي محمود هيعمل احلى عسل بطحينه. Bye.